حساب نادي ريال مدريد نشر صورة تقديم لاعب الفريق الجديد يوفيتش، واللي طبعا بيعتبر صفقة قوية جدا للفريق الملكي في مركز الهجوم. الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي نشر الصورة دي وكتب إن رونالدو اللي مسجل حاليا 88 هدف دولي زي النهاردة سنة 2004 كان سجل أول أهدافه الدولية. رونالدو نفسه رد بصورة على حسابه شايل فيها كاس دوري الأمم الأوروبية وكتب عليها ستكون قريبا في متحفي البرتغال دائما. أما بقى البرازيلي مارسيلو نجم نادي ريال مدريد الإسباني نشر الصورة دي مع ابنه، واضح جدا الفورمة المميزة اللي وصل بيها مارسيلو بعد ما كان وزنه زاد خلال الموسم اللي فات.